السلام عليكم ورحمة الله. أنا نور الحمد من الكويت. سبحان الله، أنا جتني فترة دائما قلقة ومحبطة لدرجة يعني شوي كنت أكون قريبة من الكآبة، يعني بسبب الناس المحيطين حولي والأفكار السلبية المزعجة. سبحان الله، شاء الله أني أتعرف على سواح بالفيديوهات على اليوتيوب، وبعدها فكرت أني أخذ استشارة جلسة خاصة معه. سبحان الله، يعني خذيت الجلسة وتغيرت يعني بدون مبالغة تقريبا 180 درجة من أول لحظة بعد الجلسة، من أول ما يعني خلصت الجلسة. وأنا سبحان الله تبرمج عقلي، صرت إنسانة ثانية مرحة. يعني حتى أولادي وزوجي لاحظوا الشيء هذا، يعني وفي البيت صرت أعيش اللحظة، صرت مستمتعة بالحياة، وصرت مقبلة، قاعدة أفكر باللي جاي، صرت أفكر باللي جاي، ما أفكر باللي طاف خلاص. وإن شاء الله إن شاء الله يعني بعد هذه التجربة أكيد أكيد أفكر أخذ جلسات ثانية اللي تخص أشياء معينة في جسدي مثلا، أو أعالج أمراض معينة. أكيد أكيد راح إن شاء الله بإذن الله أحصل النتيجة اللي أبيها.